أشارت التكهنات إلى أن شركة ميتا قد تستغني عن المزيد من الموظفين بعدما صرح رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ بأنه من غير, الموع... من غير آآ آآ المعجبين لزيادة لعدد المديرين داخل الشركة ووفقا لكومند لاين وهي نشرة إخبارية أسبوعية حول المحادثات الداخلية في شركة التكنولوجيا قال سوك زوكربيرج في جلسة سؤال وجواب داخلية في نهاية الشهر الجاري لا أعتقد أنكم ترغبون في هيكل إداري يكون من مجرد مديرين يرأسون مديرين في هرم قيادي طويل ينتهي بأشخاص هم الذين ينجزون الاعمال بالشركه بالفعل، واضاف لا يجب مكافاه المديرين على تكوين فرق عمل اكبر، ليذكر محرر لاين كومند ان تلك التصريحات تشير الى مزيد من عمليات الاقاله المرتقبه. وفي وقت سابق من يناير كانون الاول الجاري، كتب كريس كوكس كبير مسؤولي المنتجات بالشركه في مدونه حول الحاجه الى وقف زياده الهيكل التنظيمي للشركه، وكانت ميتا اعلنت في نوفمبر تشرين الثاني انها ستستغني عن احد عشر الف موظف في اكبر عمليه خفض وظيفي في تاريخ الشركه